رح نتعرف على جمعية ستات بيوت من خلال ديما العنبتاوي اللي ترسم على الزجاج. صباح الخير ديما. هلا صباح. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. الأشياء الحلوة عم بستعرضها بطلع عليها ما شاء الله عليكي. عم بقول لك يعني شو بقولوا نفسك طويل وصبورة. من زمان ترسمي على الأزاز؟ يعني إلي تقريبا 3 سنوات. 3 سنوات هواية ولا تعلمتيها؟ هي هواية بس يعني أكيد إشي برجع لدراستي لأني أنا أصلا فنان تشكيلية. مخلصة انتيرا ديزاين وفتح اشتغلت جرافيك ديزاين يعني. الأشياء اللي عم تاخديها بتستوحيها من أشياء بتشوفيها ولا من عندك هيك بتخطر عبالك أو بتاخدي الشغلة وأنت بتطوريها وبتجدديها؟ هلا في شغلات تكون من التراث مثلا وفي شغلات أنا بطور عليها. أوكي حلو. هلا عم نشوف هنا شمع دنات بتشتري الأزازة وبترسم بتلونيها وكاسات يعني زي هاي. شوف ما أحلى الكاسة عليها كف فاطمة. هذول قلتي لي أكتر شيء انباعوا معك. أكتر إشي عليك الكل بحب العين والكف هاي. وشفتي هذا الفنجان؟ الفنجان كتير حلو. برضو كف فاطمة عليه عين كتير حلو. هذا أكتر هذا نمبر وان سلم. هذا نمبر وان. هذا أكتر شيء مباع عندك. حلوين. والأشياء الثانية عم نشوفها فناجين قهوة وأستكانات شاي كلياتها برضو من التراث. هاي من التراث. هاي كتير بيحبوا يستعملوها برمضان بالذات بتعطي هيك جو رمضاني. فيها بقى شجر النخيل وفيها أباب الجوامع كتير حلوين. طب هدول وين بتبيعيهم؟ هلا هدول يا إما بكون عن طريق الويب سايت هلا موجودين بلاقيهم عند ستات بيوت يا إما عن طريق البازارات ببيعهم كمان. حلو حلو كتير. بدك تبلشي هلا تفرجينا كيف ترسمي. شوفي شوف ما احلى. هذا برمضان اكثر شيء بناسبه. هذا برمضان. هذا لا لكل الاوقات تقريبا يعني. وهون عم بشوف في عندك فنجين قهوه بس حاطه فيهم احرف عربيه. ما في شيء بس هيك يعني بس احرف. بس احرف اذا بقراها الحرف هذا بطلع عندي كلمه يا لطيف. لا لا ما إلها دعوه بالكلمات يعني. بس بيقدر واحد يعمل عندك طلبيه مثلا يقول لك حطي لي شيء. اكيد اي شيء بكون حسب الطلب يعني اي شيء في امكانيه ينعمل يعني. حلو حلو اوكي. وبرضه المجوهرات ما خليت من عندك. هاي جديد. هذا على الحجر رسم على الحجر حجر برضو. عادي. وبتعملي عليهم برضو. هي مثلا ناخذ شويه هيك عند السيد مأمون المصور العظيم. شوف ما احلى هدول تعليقات. هدول كلاتهم بتعلقيهم تحطيهم. ايوه تعليقات كلهم. هاي بيجوا كمان كثير حلو. تمام يلا خلينا نبلش. أوكي. نرسم مع بعض. بس حابة احكي شوي عن ستات بيوت. يا ريت تحكي لنا. تعرفي لنا احنا استضفنا كذا حدا من ستات بيوت كل واحدة عندها هواية. هم بحبوا انهم يتمنوا الهوايات للستات بالذات اللي مثلا ما بيشتغلوا عن طريق البيوت بيشتغلوا هيك. هلا هم عم بيقدموا شغله جديده اللي هي دورات. اذا في مثلا 7 ستات وفوق بيأمنوا لهم مدربه باي منطقه بالاردن يعني ما في مشكله بس يكون عددهم 7 وما فوق. بيأمنوا لهم مدربه حرفيه تكون شاطره يعني محترفه وبتعلمهم الصنعه. بعدين في شغله تانية انه في هلا عم ببيعوا البترونات والكلف والشغلات كله عن طريق ستات بيوت.com بيقدروا انهم يشتروا اي شغله منها عندكم انتم على الفيسبوك. ايوه في على الفيسبوك. وهلا هي اي منتجات اي شيء حدا بحب منتجات هاي بنقدر نلاقيهم عن ستات بيوت بيقدروا انهم يطلبوا عن خلالها يعني. هلا بتقدر تفوتوا على صفحه دنيا يا دنيا وتشوفوا نزلنا البوست مع ديما. صوره حلوه شفتيها كثير يسلموا ايديه اللي صورها. وبتقدروا تتواصلوا مع ستات بيوت مشان يشوفوا ايش ممكن يتعلموا منكم. ايش تعطوا دورات يعني اذا نكون شوي اي شيء مثلا كروشيه رسم على الازاز تطريز اي شيء بس المفروض يكون 7 اشخاص وفوق. بأمنوا لهم كل شيء هم. اكل كمان بتعلموا اكل؟ والله ما عندي فكره بالنسبه لسه. بس كلها تقريبا شغلات حرفيه أكثر. منها بيستفيدوا الناس بيزيدوا مستوى الدخل. ما طيب هي. تمام يلا بلش فرجينا كيفك. حابه ارسم لكم شيء بسيط اللي معي ياخذ كثير وقت. لا خذي معك هو وقت. الالوان بياخذ وقت طويل لينشفوا هيك. قدم يعني ارسم يا اخي اسالك بلشي. مثلا زي هيك قديش الكاسه هاي قد الكفه بتعملك وقت يعني بدها يعني بدك ترسم اول شيء تستني 10 دقائق لينشف التحديد ربع ساعه بعدين بدك تحطي اللون برضه بدك تستني يمكن نص ساعه لينشف.
اوكي يعني لا بكون عندك انت تكتيك بتمسكي ستة من هدول بتحددي بتحدد بتركم شوي بعدين بلونهم بالضبط بعدين بس ينشفوا برد بزخرفهم او بحط الفاينل عليهم هاي يعني بنحكي احنا بساعه ممكن تخلصي ستة او اقل حتى أو شوي اقل والله حلو طيب يلا اقوى شيء اقوى شيء السؤال القوي تابعيهم على قناة رؤيا فوق السادة ولا لا بحضرهم عندك وقت تضلك قاعدة حاطة راسك هيك والله مش هيك اما الاولاد اكتر بياخدوا وقت يعني طيب بدنا نذكر اليوم بالسؤال سؤال اليوم اللي رح تربحوا عليه جائزة كتير حلوة مقدمة من السديمة هقولكم السؤال السؤال بيقول اليوم عيد ميلاد برنامج كرفان رؤيا للأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث ابعتولنا على الاس ام اس 96980 هي المسابقة رح تكون عبر الاس ام اس عشان تربحوا معانا اشي حلو كاسات ولا الخلاط ديما الخلاط اوكي الخلاط اللي مقدم خلاط تبع عصير عصارة جزر عصارة خضار وفواكه مقدمة من فيليبس وعندنا جائزة تانية رح تكون في فقرة المطبخ عبر الفيسبوك أوكي تمام السؤال برضو مرة تانية اليوم بصادف عيد ميلاد برنامج كرفان برنامج كرفان عرض من على قناة رؤيا برنامج شبابي هو اليوم بصادف الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني ولا الأسبوع الثالث الأسماس 96980 وعصارة الخضار والفواكه عصارة مهمة هاي أنا دائما بعصر عليها جزر لا تخلو الجزر شو بيعمل؟ أرنب سعيد بأول نظر يا تمام في حدا من أولادك علمتيه يعمل زيك؟ بناتك؟ لا بنت صغيرة لسه لهيها لهيها 18 شهر وين لهيها لسه بيبي أول هي بيبي. بتلهي أخوتها لا عندي ولدين بس ما إلهم كمان والبنوت الأصغر واحد هلأ هي بتلهيهم على كلين يعني هنا في غادة بتقول لك واضح انه شكله بنات العنب تاوي كلياتهم موهوبين تسلمي حبيبتي ذوقك هذا في هنا اماني خرسات تقول وين وين يا ديما انك فنانه مبدعه بنقدر نشتري هاي الاشياء وين بتقدروا تشتروا هاي الاشياء بس وين اكيد هلا انت هلا في عندي جروب برضه نازل عند ستات بيوت بدهم ينزلوا اللينك بيقدروا يدخلوا يتفرجوا عندي تشكيله كتير كبيره مش بس هذه مش هذا شيء بسيط اذا شيء كثير بسيط يعني اوكي يعني بيقدروا يفوتوا على الفيسبوك بالزبط. تبع ستات بيوت وياخذوا اللينك ويشوفوا ايش الصور عن طريقهم بيصير الاوردر معلش شو شعار صفحة ستات بيوت لأنه في أكثر من واحدة صح أنا ديك مرة فتحت لقيت كتير في ناس مكتوب يعني صفحات ستات بيوت إيش شعاركم؟ شعارهم هي لو تدخل على الويب سايت ستات بيوت دوت كوم ستات بيوت كيف بالإنجليزي ستات بيوت ما هوش أنا أشوف كيف كل واحد بكتب شيء هاي هي نقليني خليني أتأكد لك برضو عشان سبيلينج طيب. مزبوط خليني أشوف لك إياها على طيب ارجع حطيها على الصفحة هون خلص. عشان يقدروا بعد الحلقة دي ما بتفوت على الصفحة تبع الدنيا دنيا اكتب لكم على الفقرة تبعها العنوان الصفحة صح تمام في أنا بهوى هاي الشغلات وبعمل فيها في بيتي ليست كدراسة وإنما هواية وأتمنى إني أشتغل فيها ممكن أعرف نوع الألوان ألوان خصوصي هلأ في هي ألوان خصوصي هلأ في عدة ألوان مثلا في أشياء بتكون للسيراميك في أشياء للأزاز في أشياء ألوان لازم مثلا تستعمليها تحطيها بالفرن أساس تكون ثابتة في ألوان لحالها بتنشف في عدة ألوان بتكون حسب شو بكون موجود بالسوق أوكي. سوزان غنام بتقول لك بدنا برضو عنوان ستات بيوت خلص هلا بنحط بعد الحلقه بنحط عنوان ستات بيوت على الفيسبوك تبع دنيا يا دنيا شو كمان نشوف اوكي طيب ايش كمان عايش بترسمي كمان هاي الصينية مثلا مش قادرة ايما هاي برضو أيوة هاي رسم بتكون عليها كمان يجي في على الصواني المقات الصحون يعني الشغلات اللي هيك هم مزهريات الفازات ترسم اشياء تانية اشياء كتير اي اشي بخطر عبالك حاولت ان اقرب شوي الكوليكشن يكون شوي الالوان قريبة من بعض عشان هيك لو هاي هي الايد هلأ كتير مشهورة كتير كتير كتير
هاي مشان العين والحسد صح؟ والله في بالنهاية الله يرحمه يعني. هلا بس هي مشهورة. في ناس مشهورة، الناس بحبوها يعني. أنت عم ترسمي لنا العواميد؟ هلا بدي أرسم لكم البترة. هذا الدهان بروح بالمي ولا بتحمل مي؟ لا بيتحمل. يعني ممكن تعمل صحون للأكل أو إشي هيك عادي، لأنه يعني في أشياء مرات ما بتتحمل. خلينا نرجع نذكر بالسؤال، سؤال اليوم بحلقة في فقرة المطبخ عبر الأس أم أس، اللي هو اليوم بيصادف عيد ميلاد برنامج كرفان الشبابي على قناة رؤيا، هو اليوم بيكون الأسبوع الأول أم الثاني أو الثالث، رقم الأس أم أس 96980. الجائزة عصارة خضار وفواكه مقدمة من ديما حجاوي اللي رح تعمل لنا أكل طيب اليوم مثل كل يوم. صار عنا 71823 شخص بحبوا صفحة دنيا دنيا، يعني بدنا نحاول من هون للأسبوع الجاي يكونوا 100,000 إن شاء الله. أنت تابعتي كرفان؟ والله يعني شوي أجزاء منه. تتذكري أمتى تابعتي أول حلقة؟ هو بيزيعوه تقريبا عصريات صح؟ الأسبوع الماضي كانت أول إشي؟ كربحت العصارة، صرحتي على البيت. لا أعتقد لهم أكثر. أول حلقة متوقع. كان الأسبوع الماضي؟ لا ما كان؟ شو عارفني؟ أنا بستنى منك جواب، أنا بغششك. أغششهم يعني؟ لا ما بدنا نغشش، هن بيعرفوا. الصحن هذا اللي كملي، صحن لقبالك تبع موت نيبو كتير حلو. هاي كمان أنا بالإضافة لموت نيبو بعمل كمان جرش ووادي رام، في بعمل مكات هاي برضو السواح كتير بحبوها. كتير حنبطلع عليه هلا من يعني من هون، كتير حلو يعني. أكتر شيء برضو السواح بحبوه موت نيبو وجرش والبترة، البترة كتير كتير طبعا ما يمنع عجائب الدنيا أكيد. هاتي نقول لك شو مكتوب بسألو. اها ستات بيوت هيهم حطوا لينك مي نسور، تعرفي لمي حطت هذا هو اللي عليه صفحة ملونة. أيوة اوكي هلا اللي عم بسأل عن عنوان مي نسور حطت لنا، شكرا يا مي، حطت عنوان صفحة ستات بيوت، فسهل كتير. وميس محمد كمان صارت حاطة، بقولوا لي اشتغل معاكي، ما خايفة اعك الدنيا. حابة نور بتقول يا ديالة اشتغلي معاه، تعلمي وعلمينا. عنا اسلموا ايديكي اروى بتقول لك يا رب تسلمي، ورفيف غانم اسلموا ايديكي تسلمي كلكم ذوق. السؤال القوي، ما بتروح الرسمات لما بنغسل الفناجين والكاسات؟ حلو هالغدير هكوز بتقول السؤال القوي قوي قوي هذا. هلا انا قلت لك على نوع الانواع الالوان، عرفتي في انواع لا ما بتروح، في انواع بدها عنايه يعني بالنهايه، يعني هي تعتبر زي تحفه فنيه الواحد لازم يعتني فيها. اسراء الزعبي بتقول يا ديالا اقرئي تعليقي، هيني بدي احاول الاقيها. اسراء طيب نحن بدنا نقول لك خلصينا الفترة مشان نفرجيها، وبعدين ننتقل لبعد الفاصل مع رندا. طيب خليني عشان نكسب وقت، هلا بس نخلصه نلون، انا عشان بده وقت لينشف، فهي المق عندي جاهز رسمته بالاسود بس ابلش الون. لارا الصيفي هي من متابعين دنيا دنيا وعجبها شغلك، يلا هات اساعدك. قديش معنا وقت؟
على السريع نرسم وبننهي معك وانت عم ترسمين. متشكرك ديما عنبتاوي من جمعية ستات بيوت. تسلم يا رب، كلكم زو تسلم على الاستضافة، وبشكركم طبعا، بشكر ستات بيوت كمان وتلفزيون رؤيا، يسلموا كتير لكم. قناة رؤيا. قناة رؤيا. وشكرا لإلك. تسلم يا رب. كملي. اوكي تمام أكيد.